على اللامذهبية. بيه؟ اللامذهبية. أنا يعني مكتئب إن أنا لا مذهبي؟ يعني لا أعرف يعني إيه اللامذهبية، وعندي أصوات مخطأ يعني. أقول لك إيه اللامذهبية يعني؟ أنا أقول إنني أتبع الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرني الله به سمعا وطاعة لله، يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع وأطيع لله ورسوله. أجمع العلماء على مسألة، أنا مع هذا الإجماع، لكن هو يطلب منا أن نختار لازم تكون حنفي أو حنبلي أو شافعي أو مالكي أو ظاهري، فيطلب منا أن نختار مذهبا ولازم عنده تتمذهب على هذا المذهب. أقول لا والله، ما ألزمني الله بمذهب معين. لماذا؟ لأن النصوص قال الله فيها: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يقل ردوه إلى الإمام أحمد، ولم يقل ردوه إلى الإمام مالك، ولم يقل ردوه إلى الإمام أبي حنيفة، ولم يقل ردوه إلى الإمام الشافعي، إنما إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في السعودية كن حنبلية يقولون تتحنبل، في مصر كن شافعيا يطلبون ذلك، في المغرب كن مغربيا، في الهند والباكستان يقول كن حنفيا. ديننا يتفرق، ما أمرنا الله بذلك، وذكرنا لهم الآيات المباركات النيرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذكرناهم: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وأيضا ليس في أي آية أو في أي حديث أن نلتزم مذهب. ثانيا، هل معنى أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال قولا في مسألة، هل قوله الحق لا يحتمل خطأ؟ لا أبدا، الإمام الشافعي يخطئ ويصيب رحمة الله تعالى عليه، وكان له مذهب في العراق غيره لما أتى، غير كثيرا من مسائله لما أتى مصر. فلذلك تجد قال الشافعي في الجديد، قال الشافعي في القديم، وهكذا الأئمة. ثالثا، كل هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، كلهم رحمة الله عليهم يقولون إن صح الحديث فهو مذهبي. ذلك ينقل الإمام البيهقي أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب كيف يا بيهقي وأنت شافعي تقول أن الصلاة الوسطى، الشافعي يقول صلاة الوسطى صلاة العصر وكلامه على الفجر؟ قال لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي. رابعا، إننا مع هذا نحترم أئمتنا وعلماءنا ونقرأ لهم وننظر كيف استنبطوا، كيف استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من حديث بريرة مثلا مئات الفوائد، كيف استنبط الإمام مالك من قصة غزوة مؤتة إن تعيين المرأة وليا لها في غياب الولي الشرعي، كيف استنبط هؤلاء. نقرأ ونستفيد من علمهم ونعتقد أنهم علماء، لكن ليس قولهم كقول رسول الله، ولا أمرني الله أن أتبع واحدا منهم ليل نهار أبدا. كلهم علماء، وهناك من هو أعلم منهم، صحابة رسول الله أعلم منهم، لا أشك في هذا ولا أرتاب. الكلام واضح؟ ماشي، الحمد لله. يعني أصبح الآن يعني عار على الشخص الذي يقول عندهم أن أتبع كلام الله وكلام رسوله. وذكرت بكلام الإمام الصنعاني رحمه الله، وهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتوجع من أهل زمانه الذين قالوا هذه المقولات. قال إن يسأل، قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى:
وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي. وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ لأن عده الجهال جهلا، أو لأن عده الجهال ذنبا، فحبذا به ذنبا يوم ألقاه في لحدي. وقبلها أقبح من رافضي، يقول الإمام الصنعاني: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكه للقلب المولع للرشد. ذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، صب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي. أبيات طويلة: يرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد، يرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد. الأبيات طويلة، وكلام الله خير من كل كلام.